طنجة نيوز تتمنى لكم رمضانا مباركا سعيدا. إذن السلام عليكم. في البداية لا بد من مباركة هذه الأيام، فعواشر مبروك على الجميع، ونتمنى من الله العلي القدير يهز هذا الوباء علينا ونرجعوا لحياتنا العادية. كما لا يخفى على أحد الدور ديال الرياضة، لا بالنسبة للبناء ديال الجسم ولا العقل ولا الشخصية الكاريزما ديال الممارس. لهذا حنا كنخدموا على هذا الجانب ديال الثقه بالنفس للوليدات ديالنا، والحمد لله كننجحوا بواحد النسبه كبيره بالبرنامج اللي وضعه الاداره التقنيه. ومن هنا كنهني الاستاذ اسماعيل على المجهود اللي كيبذل من اجل تطوير المستوى ديال هذه الوليدات، اللي الحمد لله وصلنا بهم واحد المستوى، ما بقاوش كينافسوا فقط على المستوى الجهوي بل على المستوى الوطني، وتعدوا حتى المستوى الدولي. فمرة أخرى أبارك الوليدات ديالنا كلهم والآباء والأمهات والطاقم التقني ديال طنجة نيوز هذه العواشر هذه، قلت ونتمنى تدخل علينا بالخير إن شاء الله. بالنسبة للرياضة في رمضان، فكما يلخ فقلت قبيلتي على أن الجسم ديال الإنسان كيصوم أكثر من 10 سوايع، وبالتالي كيضيع واحد الطاقة. إذا كاين طاقة ثم كاين حتى المشكل ديال الماء في الذات. إذا بالنسبة للرياضة، الدور ديال الرياضة في العقل السليم في الجسم السليم، فخصنا نمارسوا في الرياضة بالحق، خصنا نختاروا الوقت اللي غادي نمارسوا فيه هذه الرياضة. فغالبا كتكون قبل، غالبا كنديروا حصص اللي كتكون قبل المغرب، وفي حصص ماشي بحال الأيام العادية. فحصص كتكون يعني الطاقة اللي كان أو الجهد اللي كيبذلوا ليزاتليت كيكون شويش قل في الأيام الفطر. قلت علاش؟ لان الجسم كيكون فقد الطاقه ديالو بعد الصيام ديال واحد النهار مكمول. ومن بعد قلت يعني في هاد دائما في هاد باش نحاولوا ننشطوا الوليدات، فنلتجئ الى تنظيم دوريات او تنظيم دوري رمضان اللي كنشرفوا عليه هنا، لا في الكاطا ولا في الكوميتي. والحمد لله كاين واحد الاقبال كبير، وكنحسوا بهذيك الفرحه عند الوليدات ديالنا. بالنسبه للممارسه، قلت بالنسبه للممارسه، فاما ان تمارس بشكل حضوري او لا تمارس بشكل عن بعد، ولكن الحضوري يكون افضل. علاش؟ لان يعني البطل كيكون قدام الاستاذ كيصلح له الحركات ديالو. ثم بالنسبه للتوقيت، قلت عن قبيلتي على ان ما كنطريدوش الحصه اللي كنطريدو في ايام ديال الفطر، فغالبا كنقلصوا شويش من الحصه، وكنقلصوا حتى من المجهود البدني. قلت لان الطاقه ما كتكونش عند الطفل او المبارث، الطاقه اللي عنده في الايام الفطر بسبب قلنا الصوم اللي كيتعدى 12 ساعه 13 ساعه في بعض المرات. قلت في المباراه كتكون عندنا تقريبا عندنا قبل المغرب، يعني مباشره الطفل كيمشي من هنا او المبارث كيمشي للدار كيلقى الماكله باش يسترجع هذيك الطاقه اللي ضيع، وكيشرب السوائل باش يعوض ذيك السوائل اللي ضيع هنا في داخل النادي. فدائما احنا كمربيين الدور ديالنا تربوي وتعليمي في نفس الوقت، اذا دائما كنحثوا التلامذ على الاعتناء يعني بالاهتمام بالرياضه. فالرياضه الدور ديالها علاش كيهتموا؟ باش يقويوا الجسم ديالهم. علاش؟ باش يكونوا مزيانين حتى في الدراسه ديالهم، لان الهدف الاول والهدف الاثمى هو التلميذ يتفوق في الدراسه ديالو. فكنا اوصيهم كثيرا بالمواظبه، ما يقطعوش الا في حاله اللي عندهم شي تمارين او عندهم دراسه. في ايام اخرى فكنوجبوا عليهم انهم يكونوا حاضرين دائما في الكلوب باش يمكن يحسنوا من المستوى ديالهم. وكنشكروا في الاخير، كنشكروا الناس ديال اذاعه طنجة نيوز على هذه الفرصه اللي تاحوا لنا، وعلى هذه المسافه اللي جاوا باش يشوفوا هاد الوليدات كيفاش كيطريدوا، ويشوفوا هاد الجمعيه اللي في واحد الحي، ماشي شي حي اللي هو، ولكن على العموم فرغم تواجدها بحي مثل هذا الحي تنتج ابطال. وكنشكركم مره اخرى وعواشر مبروكه.